زي عادتنا كده ما بننزل القرى والمدن خارج القاهرة بنعمل حاجة كده لطيفة اسمها استوديو المكان اللي احنا بنصور منه او استوديو الموضوع اللي احنا بنصور منه. فاحنا هنا سميناه استوديو الفسيخ. وبعدين اما راجعنا نفسنا كده اهالي مدينة بيلا قال لك الفسيخ مش هتبقى المائدة بتاعته كده جميلة، فخلونا كده في المائدة الحلوة، الفطير والجبنة القديمة والبيض البلدي وشوية فطير، حاجة كده يعني لازم 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 تشكر الناس اللي عملت الحاجة دي، حماتك ووالدتك وزوجتك والناس الجمال دول. انت شرفتنا الله يخليك في بيلا وشرفتنا في بكم وشرفتنا في يعني احنا سعداء بيكم النهارده. الله يخليك. واحنا بنتكلم باسم مصر كلها مش يا جمالك يا جمالك كفر الشيخ يا جمالك يا جمالك. وشرفتنا النهارده في مركز كفر الشيخ مركز بيلا. الله يكرمك. ومعروف ان مركز بيلا دوت ان هو اول مركز عالمي بالنسبه للانتاج الرز. ايوه خش على طول. ايوه تمام. ايوه وبالنسبه لزراعتنا حاليا دلوقتي الفول والقمح والبرسيم تمام. والشعير تمام. وانتاجنا يعني بسم الله ما شاء الله يعني معروف على مستوى محافظه القاهره كلها. جميل جميل تمام. وانتم النهارده سعداء بكم والله. يعني احنا عندنا النهارده يعني مش عاوز اقول لك ان احنا فرحانين بكم قد ايه. يا سلام. ربنا شرفتونا النهارده. ربنا يزيدك يا عم باسم. ربنا يزيدك. منورتونا. ربنا يزيدك يا عم باسم. نشكر الاستاذ بدوي ان هو عرفنا على الناس المحترمه دي كده. ده شرف. يعني مش عارف اقول ان احنا يعني نقول له ايه يعني. لا ده شرف لي. يعجز اللسان على الكلام. شرف لي. شرف بتاعنا لي. له شرف لي. فاكرين الجبنه القريش يا شباب؟ اهي الجبنه القريشه. سيبها. فاكرين الجبنه القريش؟ البيض البلدي، البصل، الحاجات دي. ده يا عم باسم ده من الارض. ده من الارض مش كده؟ ده كله خير بلدك. كله خير بلدك ده مش كده؟ وخير ارضك. وخير ارضنا وخير مصر. انا بس عايز اقول لكم ان المساله ماشيه بالمساله دي. والشويه الفطير دول انا باكل في بلدنا في تفانى الاشراف في متغمر باكل فطير. بس الفطير بتاع الحاج باسم ده فيه حاجه حلوه ما تعرفوش فيها ايه بالظبط. فقال لي لا اصل حماتي ووالدتي الاثنين موجودين مع بعض، فهم يبدو ان العقليه بتاعه الحما والوالده دخلوا في هذا الموضوع. منور عم محسن. ربنا يخليك يا استاذ جابر. احنا التقينا بيك في المحل بتاعك فبرضه كان يعني عندنا كده شغف انك تكون معانا. يا شيخ شرفنا ساعتها. الارض والمكان الخير. ها؟ الخير بتاع ربنا. انتوا المحل هو برضه من الارض مش كده؟ اه طبعا. الخير كله من الارض. كله حاجه من الارض. الارض بتاعتنا ارض كفر الشارع دي ارض سمع. لو جبت لك مشروع كده ضخم وقلت لك اطلع بره بيا اللي تطلع؟ لا صعب صراحه. حبيت بيا مش حبيت بيا الاسم والتاريخ والزمن ربنا فيها الحمد لله يعني احنا معروفين في كل حته. ربنا يديك الصحه حبيبي. ربنا يديك الصحه. منور يا استاذنا. استاذ علي السعيد موجه في التربيه والتعليم موجه رياضيات. منور. الله ينور عليك. انتوا نورتونا وشرفتونا. ده شرف لينا. واسعدتونا. ده شرف لينا والله. ودخلتوا علينا البهجه والسرور. الله 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 الله. صحيح بجد. الله 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 الله. ويعني احنا لما سمعنا ان انتوا متواجدين كان عندنا حاجه جميله. شرف لينا. حاج علي عمده جابر بيه. وسبنا كلنا مصالحنا وجينا لان احنا سعداء بيكم. الله يخليك. سعداء بيكم ببيلا. الله يكرمك. وفي ارضنا. الله يكرمك. وان شاء الله ده كله من خير ارضنا طبعا. ودي حاجات ايه جميله يعني الفطير ده بناكل فطير من الفران وكده لكن الفطير البلدي ده تحيح. اللي معمول في الفرن البلدي تحيح. الفرن البلدي لسه بقش الرز. ايوه بقش الرز والمنقد والفرن والشاي اللي على الشاي على النار دلوقتي ده. هات يا عم كوبايه شاي من على النار والنفس. انا جاي الناس كانت بتشوي سمك دلوقتي في فران بلدي لسه فران بلدي حتى لو مش قش يجيب كرتون ويفرق يقول لك الرز المعمر بتاع الفرن البلدي ده ملوش حل. ملوش حل الرز المعمر بتاع ده كده هنجوع اكتر ما احنا جعانين كنا برضو هنجوع تاني. ليه عليه الدنيا رايحه فين بقى يعني احنا كده الدنيا رايحه فين انت بخبرتك الطويله دي؟ احنا ان شاء الله في تقدم ان شاء الله وهنبقى كويسين ان شاء الله واحنا كلنا متكاتفين مع الرئيس على اساس
النهارده بنحس ان النهارده احسن من امبارح، وعلينا ضغوط ان شاء الله، وعلينا احنا دلوقتي ضغوط جامده جدا، الدنيا فتحت علينا من كل مكان، من كل حته، كل ما نقول المكان ده الاقتصاد يجي مكان تاني. الله ينور عليك، خدت بال حضرتك احنا النهارده الجبهه عندنا مفتحه من جميع الجهه الشرقيه والغربيه والبحريه، كله مفتح علينا، فندعو الله سبحانه وتعالى وربنا حافظ مصر، ربنا حافظ مصر وراعي مصر ان شاء الله باذن الله.